السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. الكثير من المتابعين يسألني عن طريقة تكرار الواتساب، تكرار الواتساب، أريد الواتساب، أريد الفايبر، أريد فايبر آخر، ولكن أداة فروج ولكن أداة سوشيال ديبلاتور التي تشتغل مع iOS 7 وأيضا iOS 8 لم يتم تحديثها حتى تتناسب أو تتوافق مع iOS 9. ففي هذه الحلقة سنستخدم أداة مختلفة تمكنك من فتح أكثر من حساب في نفس التطبيق، يعني الواتساب تفتح عليه عدد كبير جدا من الحسابات، يعني عدد الحسابات التي تريدها، أيضا الفايبر، الماسنجر كذلك الخاص بالفيسبوك تفتح به الحسابات التي تريدها، وعندما تضغط على تطبيق يخيرك بين الحساب الذي تريد استعماله في هذه اللحظة. طريقة رائعة وسهلة للغاية في انتظار أن يقدم تحديث أداة سوشيال ديبلاتور حتى تقوم بنسخ التطبيقات أو إطلاق أداة أخرى مشابهة لها تقوم بنفس الوظيفة لنسخ التطبيق مرة أخرى. الآن يمكنك فقط استعمال هذه الأداة واستعمال أكثر من حساب على نفس التطبيق في هاتفك الآيفون أو الآيباد أو الآيبود. لا تبتعد كثيرا، نمر إلى الشرح مباشرة لأريكم الأداة وكذلك طريقة استعمالها وإضافة أكثر من حساب. قوم. إذا المشاهد الكريم، في البداية ستنتقل إلى السيدي وتقوم بالبحث عن هذه الأداة Slices. طبعا أداة مدفوعة، إذا لا تعرف طريقة تنزيلها مجانا فتابع الحلقة التي تطرقت فيها لطريقة تنزيل الأدوات المدفوعة مجانا فقط بالنقر على الشريط الذي ينبثق أعلى الفيديو الآن، انقر عليه لتعرف طريقة تنزيل الأدوات المدفوعة مجانا. بعد معرفة الطريقة سترجع إلى هذه الأداة وستقوم بتثبيتها. أداة سهلة جدا تقوم بتثبيتها مثل باقي الأدوات. بعد تثبيتها ستنتقل إلى الأعدادات، ستجدها في الأعدادات تقوم بالدخول إليها. الآن تختار Enable طبعا لتفعيلها، هنا Enable، تختار Applications، من هنا تختار التطبيق الذي تريد فتح أكثر من حساب عليه من قائمة التطبيقات التي لديك كما ترى أمامك. على سبيل المثال سأختار الواتساب، هنا ستقوم بتفعيل أول خيار Ask Antosh، يعني عندما تضغط على تطبيق يسألك تقوم بتفعيل هذا الخيار. هنا difficult slice يعني الحساب الافتراضي إذا كنت تريد ذلك، فقط قم بتفعيل هذا الخيار ثم ترجع إلى الشاشة الرئيسية وتختار الواتساب. هنا كما ترى يخيرك أو new size يعني حساب جديد، تقوم بإنشاء الحساب الذي تريده. على سبيل المثال سأقوم بكتابة محمد، بعد ذلك أضغط على create. كما ترى هنا مشاهدي الكريم أقوم بإدخال رقم هاتفي، بعد ذلك done. هنا مشاهدي الكريم استطعت الدخول إلى حسابي، هنا عندما رجعت إلى الشاشة الرئيسية وأضغط مرة أخرى على الواتساب سترى أمامك أن الحساب الذي قمت بإنشائه محمد برقم هاتفي. الآن عندما أخرج إلى الشاشة الرئيسية وأضغط مرة أخرى على واتساب سأختار حساب جديد أو نيو سايز وأقوم على سبيل المثال كتابة محمد 2 وأضغط على كرييت. هنا عندما أدخل مشاهدي الكريم كما ترى أمامك يطلب مني رقم هاتف مختلف. الآن سأرجع على سبيل المثال إلى حسابي الأصلي محمد، سأجد أن الـ Restore from iCloud يعني استعادة المحادثات جارية بالفعل. يمكنك أيضا تكرار أكثر من حساب، على سبيل المثال سأختار أيضا الفايبر، هنا أقوم اختار فايبر Ask Antosh ثم أخرج هكذا أذهب إلى الفايبر أقوم بالضغط عليه New Size السجية على سبيل المثال create ثم ادخل الى الفايبر. مشاهدي الكريم كما ترى امامك هنا هذه المحادثات الخاصه بي في الفايبر، هذا رقمي طبعا. عندما اخرج واضغط مره اخرى على الفايبر اختار نيو اكتب اي اسم، لاحظ معي سيطلب مني رقم جديد وحساب جديد كما سترى، كما لاحظت مشاهدي الكريم يعني كونتينيو. الان أدخل رقم هاتف مختلف، وعندما أخرج وأدخل سأستخدم الحساب المختلف أو الرقم المختلف في كل البرامج التي ستحتاجها فقط باستخدام هذه الأداة. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الطريقة وهذه الحلقة وهذه الأداة قد نالت إعجابكم. رجاء إذا عجبتك هذه الحلقة لا تبخل لي بالنقر على زر لايك وكذلك شاركها مع أصدقائك مستخدمي هواتف آيفون، مستخدمي الجيربريك طبعا، حتى يتمكنون من استعمال اكثر من حساب على الواتساب وغير ذلك من برامج التواصل الاجتماعي او الدردشه. لا تقرا لي بالنقر على زر سبسكرايب او اشترك، يضر انا سفيدي هنا على اليمين قم بالنقر عليه. اذا كانت هذه اول حلقه لك لحلقات محمد الصغير ومدونه العالم الافتراضي، ليكون بعلمك اذا كانت لك هذه اول مشاهده انه يوجد حلقات شبه يوميه في كافه المجالات التقنيه خصوصا ابل وكل المجالات التي قد تحتاجها. لا تنسى كذلك زياره الموقع الرسمي hstv.com. نلتقي في حلقه قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.